يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا حقوق العباد، إذا تاب الشخص عن ذنب أذنبه في حق مسلم ودعا له واستغفر الله على ذلك، هل يقتص أيضا بعد التوبة؟ ظننا بالله أنه غفور رحيم، أما إذا كانت مظالم من مال فيلزمك رد المال أو التحلل، إن كانت مظالم من عرض وتستطيع أن تتحلل تحللت، إن كان التحلل سيأتي بمفسدة دعوت الله وأصلحت قدر الاستطاعة ما أفسدت.